هشة في الجزائر، قامت كاميرا تلفزيون النهار بزيارة للبيوت القصديرية المتواجدة بعين البنيان في الجزائر العاصمة، العائلات التي بقيت على حالها رغم بث معاناتهم على التلفزيون في انتظار قرارات تطبق على أرض الواقع من قبل السلطات المعنية، والتفاصيل في تقرير إلى صفوان. بعد أسبوع من زيارة كاميرا تلفزيون النهار للبيوت القصديرية بعين البنيان، تستمر معاناة هذه العائلات وخاصة أن وجهتها للعيش في الشارع بعد تهديم منازلها تزامن مع الدخول المدرسي. أطفال في عمر الزهور دون سقف يأويهم ويمنحهم الجو النفسي والمعنوي لمواكبة هذا الدخول المدرسي. عندها سمانة مجت النهار لعندنا ما تلقينا حتى حاجة مساعدة لا من عند الناس لا من عند الحكومة. ضغطت مع أستاذة بنتي صباح، قالت لي واش بها بنتك، حكيت لها الكار تاعي، قلت لها واش كاين واش كاين واش كاين، قالت لي سي نورمال، قالت لي بنتك ماشي مركزة كاع. لا البارح نعم، قالت لي تقول شي راهي في عام واحدة، قالت لي ماشي كاع ماشي كما كانت العام اللي فات، كانت تقرا الله يبارك كانت تجي الأولى. أمينة وقريناتها يعانين من الخوف جراء المبيت في العراء ودون إنارة، مما سيؤثر سلبا على مردودهم الدراسي. حنا نسكنوا برا ومازال ما طاولنا السكنه، ورانا نرقدوا برا وما كاش، وراني مريضه وما نقدرش نركز. حنا مشينا نقدروا نوضوا صاحبي باش نروحوا للمثيل، هذاك الشيء نباتوا ناينين، هذاك الشيء الريح والكلاب. السلطات المحليه من جهتها نزلت الميدان لتقف على معاناه هذه العائلات وتعيدهم بالاسكان في اقرب الاجال. جل الدنيا رفوا الوالد أهدر، قال لكم نوعدكم باللي نعطيكم كنا، وعلى بالنا باللي مضرورين وكلش، وراكم في بلاصة حساسة، بصح حنا قلنا له يا ودي ما تخليناش هنايا، رانا بينا بولادنا مرميين الناس تشوف. هناك قلوب رحمة أبى ضميرها الإنساني ألا يتخلى عن هذه العائلات من خلال تقديم لها يد المساعدة ولو بوجبة.